مرحبا شباب، اليوم خلينا ناخذ اللوب كفكرة أساسية، نشوف شلون نطبق اللوب أصلا. شنو هو اللوب؟ إذن خلينا نقول أن أنا أبي أطبع من 1 إلى 10، تمام؟ إيش كثر بياخذ مني وقت أن أكتب system.out من 1 إلى 10؟ وايد بياخذ مني وقت صح؟ علشان الاختصار بس بحط 4، بعدين اذا شغلت البرنامج طبع لي من 1 إلى 4، تمام. هل في طريقة اوتوماتيك انه يخليني اطبع الارقام ورا بعض بدون ما احتاج اكتبهم كلهم؟ ايه، عندي هالطريقة اللي نسميها اللوب، لاني انا ابي استخدم عدد محدد بالضبط من الارقام. فشنو بستخدم؟ بستخدم وايل. زين، عندي وايل فانكشن اسمه وايل. شنو اقول له؟ اقول له وايل while نفس الاف، ولكن الفرق اللي بينهم انه شنو؟ انه احط الكونديشن، الكونديشن اذا شغال يكرر نفسه. خلينا نحط كونديشن معين، مثلا integer count equal 1، تمام. بعدين اقول له هني count أصغر من 10. شنو تسوي لي في القوس مال الوايل؟ زين، ممكن إذا بس سطر واحد أنه شنو بدون قوس أخلي system without، وهني شنو أقول له؟ اطبع لي count، تمام. خلينا نشوف شنو بيصير. شوفوا قاعد يطبع واحد 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 ومو قاعد يوقف. السبب ان شنو؟ ان ما قاعد يتغير الكاونت. مفترض الكاونت قيمته تتغير عشان توصل العشرة وتوقف، تمام. علشان نصير هالطريقة فشنو بنسوي؟ بنقول له، بنحط اول شيء بريسي، بعدين بنقول له system.out، وبنقول له count plus plus، لان ليش لازم يصير تغيير؟ زين، فنشغل البرنامج الحين. فطبع لي من 1 إلى 9، أنا كنت أبغي 10، أوكي هني حطيت أصغر، تمام. فبغير بخليه يساوي هني، فالحين طبع لي من 1 إلى 10، ما أخذ مني ذاك الكود وسوالي الشيء اللي أنا أبغي. إذا شنو نستنتج من هالشيء؟ إن اللوب يعتمد على 3 أشياء. أول شيء التعريف، زين، defined، يكون عندي شيء اعرفه، بعدين condition، اللي هو الشرط اللي موجود في اللوب. اخر شيء اللي هو الابديت، التحديث، لازم يصير تحديث. لازم يصير ابديت حق الفيريبل عشان شنو؟ يكون له نهاية، ما يصير شنو؟ نكرره بدون نهاية. إذا كررناه بدون نهاية نسميه infinite loop. في عمليات أنا نحتاج يكون infinite loop، ولكن حاليا احنا ما نحتاج، فلازم يكون في update، تمام؟ لأن هالثلاث خطوات ممكن الواحد ينساه، والعدد محدد، نقدر نستخدم نوع ثاني من اللوب اللي هو اسمه شنو؟ فور. يسوي لي نفس الشغلة بالضبط. فنقول له فور، أول خطوة شنو التعريف؟ نقول له count equal 1، بعدين نخلي سيمي كولم عشان يروح حق الشيء الثاني. نقول له count أصغر من أو يساوي 10، بعدين سيمي كولم، ونحط له التحديث اللي هو count plus plus، تمام.
وبس نكتب هنا system.out ونخلي account الرقم داخل ال داخل system.out ونشغل البرنامج. بتشوفون اثنيناتهم سووا نفس الشغلة بالضبط. أول واحد زين طبع له 10، بعدين ثاني واحد بعد نفس الشيء، ولكن الثاني كان وايد أسهل بالنسبة حق الأولي. وإذا كنت أبغيه إنه يطبع ويسوي شيء ثاني، فطبعا شنو بخلي له؟ بخلي له بريسي زين، وبخلي اللوب، وبخلي system.out داخل البريسي، وأحط مثلا شيء ثاني وياه، خلينا نقول system.out number مثلا يعني عشان بس نشوف شنو اللي بيصير. في كل مرحلة كان يطبع نمبر الرقم ونمبر، تمام؟ فشنو اللوب شلون يتعامل؟ يتعامل كل مرة عن مرحلة، يعني هاي زين في كل مرحلة من 1 إلى 10 بيكون مرحلة خاصة له، تمام؟ من كذا أي شيء أكتبه بينطبع 10 مرات، لأن كل شيء أكتبه يعتبر مرحلة بروحها. فإذا مثلا ما كنت أبغي نمبر ينطبع في عدد معين، خلينا نقول مثلا ما أبغي ينطبع داخل عند رقم 5 مثلا، فشنو أقول له؟ أقول له if count not equal 5، في حالة إن الرقم كان 5 ما يطبع لي system.out. أوكي خلينا نشوف نشيك، وعلشان ما نتخربط يكون وايد أشياء، فهاي خلينا نحطها ككومنت عشان ما نتخربط. نقدر نسوي التعريف، نكتب التعريف هني، نقول له انتجر. اوكي مثل ما تشوفون في رقم 5 ما طبع، تمام؟ فأي مرة يقول لي كرر لي العملية 10 20 30 مرة يحدد لي الرقم، شنو بستخدم؟ أفضل شيء عندي 4، تمام؟ لأن ليش؟ أقدر أحط الكونديشن وأحط الرقم اللي أبغيه. إذن ساعات ما يقول لي بالرقم، ساعات يقول لي إذا اليوزر دخل بيانات معينة وقف لي اللوب. إذن هاي شلون بنتعامل وياها؟ بنتعامل ويا الوايل. شلون ويا الوايل؟ خلنا نستخدم input ونشوف. نقول له أول شيء import java.util.scanner، بعدين نقول له scanner kbd equal new scanner system.in. زين بنشيل هالكونديشن، التعريف ماله بنخليه مختلف، فهاي كان صار التعريف ماله. او تدرون خلينا نحط نمبر ولكن بدون رقم، خلينا نشوف شنو بيصير. زين بعدين نقول له system.out enter number، وخلنا نحط الكاونت نفسه تحت ونغيره، يكون عندي داخله input. زين فنقول kbd. شنو next integer، لانه بياخذ ارقام. وشنو نقول له هني؟ نقول له count مثلا not equal 0، وكل ساعة ناخذ منه الرقم. اوكي كل ساعة يصير kbd. اوكي ناخذ count ونقول له kbd ونحطه هني، وخلنا نشيل الابديت لانه ما يحتاج. الابديت يصير بسبة النكس انه كل ساعة ياخذ رقم. فبعدين مثلا نقول له system.out، خلنا نقول loop
working علشان نعرف احنا برا على اللوب. بعد بنحط system dot out يقول له هني the end. اوكي فخلنا نشغل البرنامج ونشوف في شغلة حبيت ازيدها بعد قبل ما اشغل البرنامج ان شنو داخل اللوب بعد شنو نحط له system dot out ونخليه داخل الرقم تمام. نخلي system dot out فوق الانبوت خمسة مثلا زين. مرة ثانية طلع لي اقول له سبعة زين يطلع لي working عشرة بعد نفس الشيء تسعة ما بيوقف ليه متى ليه ما اذا دخلت صفر زين بيوقف زين. الشيء المزعج هني عندي انه شنو كررت الكود هاي مرتين زين وهاي شيء مو براكتيكال في البرمجة لازم ما يتكرر الكود. فعلشان ما اخلي الكود مالي مكرر شنو بستخدم بستخدم النوع الثالث من اللوب اللي هو شنو اسمه دو. اوكي دو معناته شنو ان اول مرة خليه يفعل الشيء بعدين خل وراه تشيك انه يتشيك هل يسويه مرة ثانية او لا. اذن خلنا نقول دو ونفتح له بريسي وعقب ده عقب البريسي نخلي له شنو وايل زين. في الوايل بنحط شرط انه شنو ان الكاونت ما يساوي صفر. اوكي بعدين شنو نقول له من مكان نكتب كل هاي زين ونخلي له هنا سيميكولون. خلينا نشوف التعريف تعريف لازم يكون برا على دو برا هالقوسين لان شنو الوايل ما بيتعرف عليه. واول مره بدخل صفر بس عشان نشوف انه بيشتغل او لا زين. وهني بكتب work loop work شغل البرنامج بدخل صفر شوفوا اول مره اشتغل بعدين طلع تشيك انه صار صفر. خلنا نحط مثلا واحد يشتغل مره ثانيه يبي رقم اثنين ثلاث خمس اللي هو اكتب صفر بس يوقف البرنامج مالي تمام. فهاي هي الفكره الدو يخليني اختصر ان من مكان اكرر الكود لان اول مره ابي يفعل لي شيء بدون ما يشيك فالدو يختصر عليه. فهاي نسبه حق الوايل باختصار سريع كمراجعه حقكم ان كذي يشتغل الوايل.